صباح الخير يا جماعة. حابة أقول ما تخلوش الناس اللي بتقرفكوا في حياتكوا وشكرا، يعني هي دي الجملة الوحيدة اللي هتنفعكوا وهتريحكوا باقي حياتكوا. ما تسيبوش ناس تقرفكوا في حياتكوا، صدقوني انتوا اللي هتتعبوا مش أكتر. بجد بتبقى ناس يعني هقولكوا ايه، فاضية ومش لاقية شغلانة غير انها تتكلم على الناس يعني وتتلكك لهم، فطلعوهم من حياتكوا أسهل وهترتاحوا جدا. يعني مهما كانوا اقرب الناس ليكوا طلعوهم من حياتكوا. لو قعدتوا كده يومين تلاتة ما تكلموهمش هتحسوا قد ايه يعني براحة نفسية كده وجسدية كده. يا سلام على الجمال، فاهمين؟ ف طلعهم من حياتكوا اسهل، وده افضل حاجة ممكن حد يعملها، وده افضل حاجة ممكن اقولها لكم على الصبح كده يعني. وشكرا. طيب انا بدأت ان انا اغسل شعري امبارح، وكمان بقى عملت الروتين بتاع امبارح يعني. فالنهارده الصبح اول ما قمت لقيت طبعا شعري، عارفين انتوا لما يكون مبلور بس اللي هو مندي شويه كده بسيط، فطبعا لازم ارطبه اول ما اقوم اصرحه وكده عشان يبقى اللي هو ايه، لو في تشابك من امبارح كده. انا اول ما شعري بيكون مبلول ما بسرحوش للاخر، بسيبه شويه كده في تشابك. ليه؟ ان لو فضلتي تسلكي كل حته فيها يتقطع منك، بالذات وهو مبلول يعني. فاول حاجه حطيتها السبراي ده اللي هو بالفايبر هاندز بتاع سترونج فيل، ده تونيك سبراي كده حلو جدا. تمام، انا بستخدمه كده من اول ما اتجوزت يعني بقالي 40 يوم، لسه برضو النتيجه بتاعتها اخدها من 3 شهور ل 6 شهور. انا ما بعتمدش على منتجات الشعر في وقت قليل، اقل حاجه من 3 شهور ل 6 شهور. وبعد كده رطبت شعري بليندو سبراي، ده ليندو كويس جدا من الحاجات اللي بترطب الشعرايه يعني، فحلو جدا يعني، وكمان مش بيلزق الشعرايه قوي. وبعد كده بدات ان اسرح شعري بالفرشه الخشب، انا بستريح عليها. في ناس بتستريح على الفرشه تفك التشابك، في ناس بتستريح على الفرشه العاديه، فرشه البلاستيك، بس يفضل يعني الفرشه الخشب. فده الروتين بتاعي سواء الصبح او بالليل. ممكن استبدل سترونج فيل سبراي بسبراي تاني لعلاج تساقط الشعر مثلا، لان انا عمري ابدا ما شعري كان متعالج خالي من التساقط، على طول شعري بيقع. وممكن ابدل ده بحاجة مرطبة تانية، كريم او سيروم او حاجة زي الهير اويل برضو زي ده، بس ده الروتين الثابت بتاعي يعني الصبح او الليل. ممكن كمان احط اللي هو السيروم الهندي بتاع بايوتك ده على الشعر، هو بيجفف الشعر بس المفروض انه بيغذيه لانه فيه اعشاب هندية يعني. فلازم تكوني مخصصة الروتين كده لشعرك الصبح والليل عشان تثبتي عليه، عشان شعرك يتغذى ويبقى قوي مع الوقت يعني. بنات بجد عايزه اقول لكم ان الناس وحشه قوي. طبعا انتم ملاحظين في الفيديو ده بتكلم عن الغدر كتير قوي، اني تعرضت للغدر الفتره اللي فاتت دي كتير. اوكي، ظهرت لي حقيقه ناس كتيره قوي بجد، انا مش مصدقه ان انا يعني اكتشفت حقيقه كل الناس دي. يعني اغرب حاجه حصلت لي في حياتي الفتره دي، حرفيا حقيقة كل الناس اللي حواليا ظهرت، لدرجة ما بقتش طايقة اكلم حد الا عدد قليل قوي من الناس، وده يعني ناس قديمة جدا معايا. اللي اكتشفته يعني ان نادرا لما بتلاقي حد ممكن يكون بيحبك، وان في ناس كتير جدا غيرانين منك وانتي مش واخدة بالك ان في عدد كبير مهول من الناس بجد غيرانة منك ونفسها ان انتي تقعي في اقرب وقت ممكن. فخلوا بالكم يعني، انا طبعا مش هينفع احكي المواقف لان في ناس كتير قوي بتراقبني على اليوتيوب برضو. بس تيك كير يعني من الناس اللي حواليكم. جماعة ده المفروض ان هو الفطار بتاعي، وانا قمت 6 الصبح اصلا اكلت فول، مش عارفة في ايه يعني الصراحة، بس ده الفطار بتاعي. ده ايه؟ كورن فليكس اللي هو الصغير خالص ده، انا ما باكلش اللي هو الكور ده، باكل النونو اللي شبه كده، وبحط لبن، حاجة مفيدة يعني الواحد يستفاد بيها يعني الايام دي، بما ان احنا محطمين داخليا وخارجيا فنحاول ناكل اي حاجة يعني. تمام، حاطة 2 على بعض، ان واحد مش هيكفي طبعا معدة بني ادم ناضج كبير، وحطيت عليه لبن. وطبعا انا بحب اللبن يكون لونه بني، فبسيب شوكولاته يعني، فبسيب كده الكورن فليكس فيه شويه يعني، بالهنا والشفا ليا يا جماعه.
منكم سألني عن برفيوم تكون رومانتك وفي نفس الوقت سعرها رخيص وفي نفس الوقت تكون تنفع للعرايس، فيها شوية شجري كده، فأنا هرشح لكم البرفيوم دي من رومانس. البرفيوم دي حلوة جدا جدا، ريحتها بتثبت على فكرة باليوم وبالاتنين وبالتلاتة، يعني قريبتنا كانت معلمة البيت بتاعنا بالريحة دي من كتر ما احنا بنرشوها، لدرجة ان اي حد كان بيدخل البيت يسألنا في ريحة معطر غريبة، اتاري هي ريحة البرفيوم كانت ثابتة في المفارش وفي كل حتة. يعني المهم دي يا بنات من ماي واي، سعرها 30 جنيه ل 35 جنيه، دي تحفة جدا، وحجمها كمان 45 ملي، زي ما انتم شايفين حجمها كبير جدا وهتقعد معاكي فترة طويلة يعني، ومناسبة للعرايس لان سعرها حلو والحجم بتاعها كويس وريحتها كويسه وكده. بس عايز اقول لكم ريحتها نفاذه شويه، يعني اللي بيجيلهم صداع من الروائح وما بيستحملوش الروائح النفاذه وعندهم جيوب انفيه بلاش يجيبوها، غير كده لا هتوه اللي بيحبوا الروائح القويه والثابته، يعني تعجبكم جدا. بصوا يا جماعه، اي حد عنده ستريتش ماركس يستخدم زيت الزيتون مره الصبح مره بالليل، ولو مش قادره يعني تستخدمي مرتين في اليوم استخدميه مره بالليل، يعني انا عن نفسي بستخدمه مره واحده وهي بالليل. ليه؟ لان انا ببقى مخلصه كل اللي ورايا، فببدا اهتم بنفسي، يعني باخد نص ساعه كده لساعه الا ربع بعمل فيها كل اللي انا عايزاه، وبهتم بجسمي، بهتم ببشرتي، بهتم بشعري، بعمل كل حاجه يعني، بحيث ان انا منسى. مهم يعني ان انا منساش نفسي في اليوم كله، فده مع الوقت ان شاء الله هيقلل من الشكل بتاع علامات التمدد، هما كده كده بيروحوا بعد 6 شهور، بس احنا مش هنستنى ما يروحوا لوحدهم، لا احنا هنستخدم منتج ان هو يعني يعالج الكلام ده. طبعا ده ارخص حاجة ممكن تستخدميها، في كريمات كتير جدا بتاعت علامات التمدد، بس انا يعني محبش ان انت تجيبيها لانها بتبقى غالية على الفاضي، ب 400 جنيه و 500 جنيه و 300 جنيه و 100 جنيه و 150، في حين ان انت ممكن تجيبي منتج زي كده ب 5 جنيه و 10 جنيه من عند العطار ويعالج لك الموضوع ويعمل نفس اللي ممكن اغلى كريم يعمله، فاهمين قصدي؟ بس هو زيت الزيتون كده بيتحط في حاجة معتمة عشان ما يتأكسدش، تمام؟ ده كده كان تقريبا ب 10 جنيه من عند العطار، يعني بصوا يعني مغرق الازازة. تقدري تستخدمي برضو يعني لو مش حابة زيت الزيتون تقدري تستخدمي اي زيت تاني، زي مثلا زيت الافوكادو ده من اوريفلام، الزيت ده ب 150 جنيه، تمام؟ بيعمل نفس اللي بيعمله زيت الزيتون، سواء ده او ده هيعمل لك نفس المفعول وهيقضي لك على علامات التمدد باسرع وقت ممكن، يعني على الاقل هتلاقي نتيجه بعد 3 اسابيع كده، لان طبعا عبالة ما الجلد بيتجدد وكده فبيقعد فتره، فانت ممكن تجيبي حاجه زي كده وممكن تجيبي حاجه زي كده، اللي معاه فلوس ممكن يجيب او اللي في مقدرته يجيب الزيت الافوكادو ده من اوروفلام، اوكي هو حلو جدا وسعره كان 150 155، ساعات بينزل يبقى 140، يعني على حسب سعر الكتالوج وحجمه 100 ملي، بس هيقعد معاكي فترة حلوة برضو، يعني مش هيخلص بسرعة. بس كده يا حلوين اعملولي لايك للفيديو ده لو لسه ما عملتوش، وكمان اشتراك للتشانل بتاعتي، ولا باي.